السلام عليكم ورحمة الله. معكم العميد الإقليمي أبو فيصل في حلقة جديدة من برنامج الجريمة والمجتمع. الجريمة اللي غادي نهضر عليها اليوم كتتعلق بجريمة قتل. جريمة قتل اللي ارتكبها الفاعل في واحد الظروف اللي نقولوا أنه ما فكرش مزيان، وفي لحظة من الوقت ارتكب حماقة اللي أدى عليها كتير. في صيف 1996 على مستوى المجمع الحي الصناعي ديال سيد البرنوسي، واحد مجموعة ديال العمال كانوا غادي للعمل ديالهم صباحا، ولقاو واحد الجثة ديال واحد الشخص بساحة خالية كتوسط الحي الصناعي، وقاموا بإشعار السلطات المحلية التي بدورها أبلغت المصالح الأمنية على مستوى استمرار بعين السبع. وهذه المنطقة ديال البرلوسي كانت كتخضع للنفوذ ديال المنطقة ديال عين السبع آنذاك، كان موقعش هذيك الساعة التقسيم. بالسرعة المطلوبة انتقلت الدائرة المداومة وكذلك عناصر الفرقة الجنائية الثانية اللي كنت كنترأسها التابعة لمصلحة الشرطة القضائية حي محمدي عين السبع، مرفوقين بعناصر التشخيص القضائي. ملي وصلنا لعين المكان وجدنا واحد المجموعة ديال الفضوليين، الشيء الذي استلزم على أنه نقوم بواحد الحزام أمني بالاستعانة برجال الأمن المدنيين وكذلك أصحاب الزي رسمي، وقمنا بإبعاد الفضوليين وشرعنا في المعاينات. فعلا الأمر كيتعلق بجثة ديال شخص مرمية وسط أكوام من الطفيليات ومغطية بواحد غطاء بلاستيكي مسخ، يعني فيض مستعمل. بعد الإزالة ديال هذاك الغطاء شاهدنا على أن الأمر كيتعلق فعلا بجثة شخص حوالي 68 سنة، عنده آثار ديال الدم على مستوى المؤخرة ديال الرأس ديالو، وآثار ديال الخنيق، يعني شي واحد اللي خنقو من عنقه. درنا واحد التفتيش على الملابس ديال في الملابس ديالو، عثرنا على 70 درهم جيب السروال ديالو، وبالجانب ديالو كان واحد الميديا راديو كان كيتسمى بكري راديو ويت، هذا واحد السكوتش يعني قديم ولكن باقي خدام، واحد الشابو ديالو عكاز قريب ليه. التحريات اللي درنا بعين المكان تحريات ميدانية تبين على أن هذا الشخص كل شيء كيعرفه بباقي الدور، باقي الدور كيتشاف يوميا، كان كيتشاف يوميا هذا الراديو في يدو وكيرعى واحد البقرة، ومن العشية للعشية كيمشي لواحد الكوري اللي قريب من عين المكان، وذاك الكوري اللي كتبات فيه البقرة والمشغل ديالو معروف، وكان دائما وسط الحي الصناعي وخاصة في البلاصة اللي كترعى فيها البقرة كاين شوية الربيع وذاك شي، يعني يستانس مع ذوك العمال والعاملات وتيضحكوا معاه. هالسيد اللي توفى ما كيحملش اثار اخرى ديال الضرب غير داكشي اللي عينا. تم انتداب ديال السياره ديال نقل الاموات في انتظار باش يعطي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف الامر ديالو الكتابي للطبيب الشرعي باش يقوم بتشريح الجثه لمعرفه الاسباب الحقيقيه ديال الوفاه. بالنسبة للأبحاث الأولية ما استبعدناش أن السبب ديال هذا الفعل هو السرقة، بالرغم على أنه كاع الحاجيات ديالو تلقات معه، بقى المشكل ديال هذيك البقرة. البقرة صيفطنا واحد الفريق للإسطبل قام التحريات،
لقى المشغل ديال هذا السيد وفعلا لقى البقره. يعني كنا كنظنوا ان داك الشفاره اللي تيقولوا لهم فراقشيه انهم قتلوا هاد باق الدور من اجل باش يديو البقره، ولكن البقره هي لقيناها في الاسطبل في الكوري. يعني ولات امامنا عده استفسارات وتساؤلات اللي حيراتنا فعلا، خصوصا ان هذا الرجل كان رجل مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصه، بحكم انه كيعرج بواحد الرجل ويدو ناقصه، وكان كل شيء كيحن عليه، لا المشغل ديالو ولا الناس العمال والعاملات اللي كاينين بحي الصناعي، وكان محبوب من طرف الكل، وكيقضي اليوم ديالو كله وسط الحي الصناعي حتى المساء. حتى داك وسط ديال الحي الصناعي كاين واحد الساحات خاويه وفيها الربيع، وكيستغلها هو كيجيب ديك البقره وكترعى تما في هذاك الربيع. التحريات اللي قمنا على حول صاحب الاسطبل والعائله ديالو تاكدنا على انه علاقتهم كانت بالمرحوم علاقه جيده، وكان كيحسن عليه وكان كينفق عليه في غياب افراد العائله ديال هذا السيد المتوفي. استفسرنا عدد كبير من العمال والعاملات الوقت اللي كيجيو العمل ديالهم الصباح، وكذلك في الوقت اللي تيغادروا، في محاولة منا باش نلقاو غير شي معلومة كتفيد في البحث وتساعدنا على حل هاد اللغز هاد القضية كذلك سولنا هذوك الحراس الليليين ديال الشركات اللي كاينين في جميع في المجمع الصناعي ديال البرنوسي. كذلك سولنا هذوك صحاب العربات اللي كيجمعوا النفايات في الليل. سولنا كذلك هذوك الاشخاص اللي كيعرضوا الاكلات يوميا على العمال في عربات مجروره ولا في شي اكشاك اللي هي كيديروها في الصباح وكيحيدوها في العشيه. وكل هاد التحريات ما توصلنا من خلالها باي نتيجه. العمليه ديال البحث استغرقت شهر كامل، وحنا دائما كنتواجدوا مسرح الحادث ومن النواحي ديالو. نتيجه التشريح الطبي توصلنا بها كتقول بان سبب الوفاه هو الخنق، يعني شي واحد يشدو وقجو مزيان هي اللي كانت سبب ديال الوفاه. خلال التجوال ديالي رفقة العناصر ديالي مسرح الجريمة كالعادة، توصلنا بمعلومات على أن واحد السيد عنده واحد الكوشك متنقل كيدير واحد القيطون في الصباح، ما بعيدش بزاف على هذاك المكان اللي تلقى فيه هذا باق الدور، وكيصوب الأكلات وكيوجد الفطور للعمال وكيبقى حتى العشية. يعني كاين واحد المجموعة ديال العمال تيفطروا عنده وتيتغداو عنده، وكاين اللي كيشرب حتى أتاي في العشية. مع ديك الخمسة ستة كيمشي في حاله وما كيسكنش بعيد. هاد الشخص هذا من بعد العثور على الجثة ما بقاش جا. سولنا عليه في كير كيقول لك، قالوا لنا بأنه كيسكن ماشي بعيد، شخص عنده شي حوالي 50 سنة كيقطن بواحد الدوار اللي هو قريب، وعنده أسرة من 6 أفراد. يعني هاد السيد معروف، ولكن من بعد شهر عاود رجع المكان ديالو وبدا كيمارس نفس المهنه اللي تيدير، حتى هي الاكل العمال وكيسترزق الله. يعني خصنا بغينا نعرفوا اشنو هو السبب الغياب ديال هذا الشخص. مشينا عنده واحد الصباح واحد الزيتان الكوري ما بينيش على ان احنا بوليس، وتناولنا عنده الفطور حوالي 7 صباحا باش نعرفوا اش كيروج، وشنو كيقولوا هذوك الناس بيناتهم اللي تيجيو كيفطروا، واش كاين شي معلومات. لكن هذه العمليه ما عطاتش شي نتيجه، وفي الاخير تقدمنا للمسير هذا الكشك وقدمنا ليه نفسنا. وسبب المهمه اللي حنا من اجلها، وسولناه عن سبب الغياب ديالو طول هذه المده اللي تزامن مباشرة مع العثور على الجثة. بلغنا على أنه كان مريض،
وهذا المرض هو اللي شدو باش ما يزاولش العمل ديالو. وسولناه واش عنده شي معلومات على هذه الجريمه ولا المرتكب ديالها ولا المرتكبين ديالها اللي راح ضحيه ديالها بق الدور، غير انه لم يفيد باي شيء يهم البحث الجاري. غادرنا عين المكان ورجعنا للمكتب في يمكن المقر ديال الماموريه ديالنا، ودات واحد اجتماع مع العناصر، اجتماع مصغر لمزيد من التحليل ديال هذه الجريمه، وفين الى المدى اللي وصلت ليه التحريات ديالنا، والمسالك التي يمكن الاخذ بها للوصول الى الفاعل. وخرجنا بفكره واحده، هي ان هذا صاحب الكشك متنقل اللي غاب مده ديال الشهر تقريبا يقدر يكون كيتستر على شي حاجه، يمكن كيتستر على بعض المعلومات اللي يقدر تقود الفاعل والفاعلين واش كيعرفهم، بحكم ان غيابه غير مبرر. ادعى على انه كان مريض ولكن حالته تبدو عاديه، كذلك انه كيعيد سته ديال الافراد ومحتاج للمصروف يومي للعائله ديالو. يعني كيفاش نقاطع العمل مباشره بعد العثور على جثة ديال المتوفي؟ اي بحوالي يومين تقريبا. درنا واحد البحث وتحري على في كيسكن هذا الشخص هذا صاحب الكشك، وتوصلنا على انه ما بانش على انه كان مريض، كان كيبان في الدوار كيخرج كيتقدى، يعني ما عليهش حاله ديال المرض. هو اللي بعث لنا بزاف ديال الشكوك حول هذا الشخص اللي قمنا باستدعاء ديالو للمصلحه باش ندقوا معاه حول اسباب الانقطاع ديالو على العمل لمده حوالي شهر تقريبا، ونعرفوا لماذا تزامن ذلك الغياب مباشره بعد العثور على الجثه، وما هو نوع المرض اللي كان كيعاني منه. وطلبنا منه يدلنا على الطبيب اللي كشف عليه اثناء المرض ديالو، ولا الصيدليه اللي اقتنى منها الدواء، لكن ما لقيناش اجابات من هذا الشخص. وحاصرنا مجموعه ديال الاسئله اللي خلاته انه كيبدي استعداد باش يعطينا معلومات يمكن تفيد في البحث. والمعلومات اللي ذكر لنا دوناها في محضر بكل تفصيل، واللي جا فيها على انه يوم ارتكاب الفعل، يعني الغد الصباح اللي تلقات فيه الجثة، يعني قبل منها بنهار. شاهد واحد السيارة رونو ترافيك بيضاء، اللون ديالها فعلا بيض، وافتكر الرقم الأخير من الصفحة ديال السيارة، يعني ذاك الوقت ما كانش أليف كذا باء كذا، كان الرقم كيتكون من 4 ولا 5 وكيجي واحد جوج أرقام حداه، هو افتكر يلا جوج الأرقام الأخرين، وأن كان علامتنا واحد جوج الأشخاص توقفوا بالساحة الفارغة اللي قدامه، كتبعد عليه بواحد 300 متر، وعطى الأوصاف ديالهم، وشاهدهم على أنهم اللي نزلوا من السيارة دازوا بجوج للخلف ديالها، وكان واحد السيد اللي هو أسود البشرة، شخص ثالث هو اللي كان مؤخرة ديال السيارة، الأوصاف ديالو واحد حوالي 41 سنة، 1.68 متر حتى 1.70 متر في الطول ديالو، كيرتدي واحد جاكيت رمادية، واحد سروال جين، واحد الحذاء رياضي، ودير واحد شاب. هاد الشخص هذا كانت بالجانب ديالو واحد البقرة، وعند نزول هذاك السائق والمرافق ديالو حاولوا كاملين يدفعوا البقرة باش تطلع للسيارة، لكن ما تمكنوش، لحقاش البقرة
عصات وما ساعدتوش باش تطلع للسياره بالرغم من المحاولات العديده اللي داروها. وفي الاخير تركوا هذيك البقره وغادر صاحب السياره والمرافق ديالو، في حين هذاك الشخص الاسود البشره غادر توعي المكان راجلا. هذه الاحداث كلها دارت امام اعين هذا الشهيد، واللي قال انه تخوف من الابلاغ خوفا من الاقحام ديالو في مشاكل، وهذاك الشيء اللي اضطروا انه يغيب شهر كامل عن العمل، وكان كيتردد واش نقول البوليس لما نقول. شوف الاخير جا حل الكشك ديالو وبدا كيزاول المهنه ديالو بطريقه عاديه. وبالنظر لكون هذا الشهيد لم يفيد سوى بالرقمين الاخيرين ديال السياره، واللي تبين على ان هذا الرقمين بعد الاتصال بسيرفيس ديميل ديال البرنوسي تبين انها تتخص العماله ديال البرنوسي هذاك الرقم، يعني السياره غادي تكون ما بعيداش على قطاع البرنوسي. ودرنا واحد المراقبه سريه على موقف ديال السيارات في البرنوسي، في كيكون واحد الموقف ديال السيارات اللي كيتسناو اي واحد بغى ينقل شي بضاعه ولا ينقل شي حيوان ولا ينقل شي حاجه، كاين واحد الموقف ديال السيارات سيرتو هاد رونو ترافيك اللي تيقوموا بحمل البضائع. ودرنا حراسه تمايا طيلة يومين، وفعلا أثار انتباه ديالنا واحد الصباح حوالي 11 الصباح أن هذيك السيارة على متنها السائق كتجي وكتبلاصي في اليمين في الموقف اللي اعتاد هذاك السائق يوقف فيه انتظار أي زبون. رسلت في إحضار الشهيد فعلا، واحد المجموعة من المحققين جابوا لي الشهيد وعرضنا عليه من بعيد هذيك السيارة والراكب ديالها، وفعلا أكد لنا على أنها نفس السيارة اللي كان شاهدها اللي كان هذوك الراكبين ديالها والشخص الثالث كيحاولوا يطلعوا واحد البقرة. تقدمنا منه ودلينا ليه بالصفة ديالنا والسبب الحضور ديالنا وطلبنا منه يرافقنا المصلحة. فعلا أثناء التواجد ديالنا داخل المصلحة فتحنا معاه بحث وسولناه على استعمال الزمان ديالو يوم ارتكاب الفعل، يعني بدينا معاه من الصباح حتى الليل، فين مشيتي فين جيتي مع من كنتي اشنو خدمتي اشنو البضاعة اللي ديتي. نقز لنا هذيك القضية ديال راه كان في الحي الصناعي، ولكن رديناه للسكة الصحيحة وقلنا ليه على أنك تشافيتي شافوك الناس في الحي الصناعي ها وقتاش واش من ساعة، ولم يجد بدا بأنه يقول لنا أشنو في العلم ديالو. مجمل الأقوال ديالو قال على أنه جا عنده واحد السيد كيتعاطى البيع وشراء الأبقار ماشية، وطلب منه باش يرافقه للحي الصناعي باش يحمل ليه واحد البقرة اللي غادي يشريها. وفعلا مشى مع داك السيد ولقاو البائع مول البقرة، وتاوى مع هذاك السيد ب 7000 درهم باش يشري من عنده هذيك البقرة، غير ان هاد الاخيره ما بغاش تطلع لهم السياره وما تمتش عمليه ديال البيع، ورجع هو وهذاك السيد وخلصوا في هذاك لو تراجي اللي دار معاه ومشى في حاله، وما في علموش ان القضيه انها فيها جريمه قتل. سولنا على هذا الشخص اللي كيبيع وكيشري في الابقار، دلنا على الهاتف ديالو اتصلنا به طلبنا منه الحضور، فعلا جاء واكد لنا على انه فعلا اتصل به واحد السيد اسمر البشره، ماشي اسمر هو اسود البشره، وقال لي على ان عندي واحد البقره للبيع، وضرب معاه موعد الحي الصناعي في كتواجد البقره وعرض عليه وتفاهم معاه ب 7000 درهم، غير ان البقره بدات واحد العصيان
وما بغاش طلع للسيارة بالرغم من محاولات كثيرة اللي داروها، وأن ما في علموش القضية ديال القتل. هنا تبين لنا على أن الأمر يتعلق بجريمة قتل من أجل سرقة أو محاولة سرقة البقرة، غير أن البقرة لقيناها في الكوري بعد ما نجحت العملية ديال النقل ديالها، يمكن خلاها المعني بالأمر وغادر. هذا الشخص اللي هو أسمر البشرة واللي تشاف بالقرب من البقرة أثناء عملية ديال محاولة الإصعاد ديال السيارة، والأوصاف اللي دلا بها صاحب الكشك، والأوصاف اللي دلا بها السيد اللي كان باغي يشري البقرة وسائق السيارة، استقلنا هذه الأوصاف ودرنا عملية ديال تحري وبحث بالحي الصناعي مستعنين بهذيك الأوصاف اللي عندنا، وفعلا توصلنا على أن هذا الشخص كيشتغل بواحد المعمل، معمل ديال النسيج، كيتواجد بالحي الصناعي ديال البرنوسي، يدعى سين عين، وتوجهنا مباشرة للمصنع وربطنا اتصال بصاحبه واستفسرنا على هذا الشخص واعطانا المعلومات كاملة عليه وترصدنا ليه أمام باب ديال الشركة. بعد ما خرج من الشركة في الساعة اللي تخرجوا فيها في المساء، لقينا عليه القبض وقمنا بالسياقة ديالو المقر ديال المصلحة، خدعناه البحث، غير أنه في الأول بدا كيراوغ وبغى يبين لنا بأن لا علاقة له لا مع هذا الفعل، ولا أنه ماشي هو اللي كان حتى البقرة وماشي هو اللي اتفق مع دوك الناس اللي بغى يشري والسائق اللي استدعيناهم كذلك المصلحة وتعرفوا عليه. من بعد ما درناه وسط مجموعة ديال الأشخاص اللي كيقاربوه في السن وفي اللون، وأكدوا على أنه هو نفس الشخص اللي كان باع بغى يبيع البقرة ب7000 درهم، وصاحب الكشك أكد على أنه هو الشخص اللي كان كيوقف بالقرب من بقرة يوم الحادث. عمقنا معه البحث وحاصرنا مجموعة ديال الأسئلة، وفي الأخير نهار وبدأ كيبكي وبدأ استعداد باش يعترف لنا بالفعل اللي ارتكبه هو كالآتي. المعني بالأمر اعترف على أنه كيعمل بواحد المصنع ديال النسيج مدة ديال 20 سنة، وتيتوصل واحد الأجرة شهرية حوالي 3000 درهم، ومزوج بجوج عيالات وله أبناء حوالي 5 أبناء، غير أنه في اليامات الأخرى بدا كيعيش في واحد الضائقة مالية كبيرة، ولسداد هذاك المصاريف والكريدي اللي عنده، بحكم أن هذا المصنع اللي كيشتغل فيه كاين ماشي بعيد على مكان ديال اكتشاف الجثة، وأن طيلة السنوات اللي كيشتغل في هذا المصنع أثناء الدخول ديالو للخروج ديالو كان كيلاحظ هذاك بق الدور كيرعى هذيك البقرة، الشيء اللي خلاه أنه يفكر الاستيلاء على هذيك البقرة، مستغل الضعف الجسماني ديال باق الدور، رجل مسن كيعرج برجلو يدو ناقصة، قال غادي نستغل هذا الشخص وغندير ليه البقرة. وفي واحد النهار
ما بين 12 وجوج ملي كان خرج من الشركة باش ياكل الغداء ديالو، توجه فيه كاين باق الدور ديك الساحة الخالية وحاول يجر البقرة. غير أن باق الدور تمسك بهذيك البقرة اللي خلاه أنه يضربو بواحد الحجرة للمستوى ديال المؤخرة ديال الراس من اللور، طاح باق الدور وبدون ما يشعر قام بالخنق ديالو، قجو مزيان حتى تأكد على أن المعني بالأمر ما بقات فيه حركة. وكان قبل اتصل بواحد السيد اللي كيبيع البهيم ودار معاه باش انه غادي يبيع ليه، وهمو على انه عنده بقره وبغى يبيعها، ودار معاه بين 12 وجوج فعلا. قام بالعمليه ديالو وغطى هذيك الجثه ديال باق الدور بواحد الغطاء بلاستيكي اللي هو مستعمل رط زعما مسخ، وجر البقره واحد شويه في انتظار هذاك السيد اللي بغى يشريها. فعلا جا هذاك السيد على متن السياره لونو ترافيك بيضاء، لقاه واقف بجنب البقره. ملي حاولوا انه يطلعوها السياره ما بغاتش هذيك البقره، امتنعات كليا، الحجم ديالها كبير وما بغاتش ليهم، حاولوا كثير داروا قنبه ما خلاو ما داروا ما بغاتش تطلع ليهم البقره. كانت تفاهم مع السيد ب 7000 درهم، لكن ان امام تعنت هذه البقره اللي ما بغاش تطلع لهم السياره، وخوفا من افتضاح الامر اعدل هذاك الشاري باش يشري هذيك البقره، وغادر هو صاحب السياره، والمعني بالامر الفاعل خلى هذيك البقره ورجع للمصنع اللي كيشتغل وكمل العمل ديالو كان شيئا لم يقع. المعني بالامر في غفله او في وقت وجيز امام المشكل المادي ديالو فكر تفكير ضيق ادى به باش يرتكب جريمه قتل بشعه في حق رجل مسن لا حول ولا قوه له، القوه والبنيه الجسمانيه ديالو ضعيفه جدا، رجل من الاحتياجات ذو الاحتياجات الخاصه، جنى عليه هذا الشخص لا اعترف بكل حيثيات الفعل اللي ارتكبه، وتقدم امام السيد وكيل العام للمالك لدى محكمه استئناف الدار البيضاء من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاوله بسبب محاوله السرقه، وتم الادانه ديالو بالسجن المؤبد. بغيت نشير هنا في الاخر على ان هذيك البقره اللي كانت في المكان اللي بغاو يطلعوا على السياره انها عادت بوحدها، رجعت بوحدها للكوري، وحسب ما صرح لي به صاحب هذاك الكوري الا ان هذه البقره ما بقات لا بغات تاكل لا بغات تشرب، ولفات هذاك باق الدور اللي توفى ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنهي هذه الحلقة، وشكرا لكم، وفي حلقة قادمة إن شاء الله.